ريبورتاجنا هذا باش نحكيه برشا على المواد الاستهلاكية الاساسية اللي يستهلكها المواطن التونسي الزوالي البسيط باش نحكيه على الزيت المدعم وباش نحكيه على السكر وباش نحكيه على الفرينة وباش نحكيه على الاساسيات كما نقولوا لنجم يعيش بهم المواد هذه علاش تنقص علاش تتواجد في مكان دون الاخر علاش في بعض الاماكن ما نجم نلقى فرينا ولا ما نلقى سميد ولا غيرهم برشا حكايات التحكية خاصة على مسألة التهريب اليوم باش نوريكم صور ربما ما تصدقوهاش وما تفهموهاش وحتى اللي يفكر فيها يقعد باهت وقت اللي تلقى دبو نتاع مواد غذائيه موجوده في منطقه حدوديه فيها عشرين و مسكن والعدد نتاع السكان نتاعها صغيره برشا لكن الدبو هذايا عملاق عملاق يوكل كما نقولوا احنا الالاف زعما لي برودوي نتاعو وين يمشيو وباي طريقه كل واحد عاقل يقول يمشي للتهريب، يمشي للاقطار المجاوره، والاجابه زاده تتاكد لما تمشي ليبيا ولا تمشي لبعض الاماكن في الجزائر الشقيقه، تلقى الكسكسي التونسي وتلقى الفرينه التونسيه وتلقى المواد المدعمه موجوده وتتباع في المحلات، معتها، وتعرفوا انتم كيلو المقرونه اللي هو برشا دعم. من الدولة التونسية يجيه ونفس الشيء بالنسبة للفرينة ونفس الشيء بالنسبة للسكر وغيرهم الحقيقة معتها الموضوع حيدية لازم برشا خدمة ولازم استراتيجية بهية من الدولة حتى توصل المواد التموينية إلى مستحقيها يعني المواد الأساسية بلغة الدرجة تاعنا تمشي في كروش المستكرسين والمهربين وأيضا بعض اللي يستعملوا فيها في غير محلها كيف ما المطاعم مطعم مضخم مصنف سياحي لكن يستعمل في الزيت النباتي هذا غير مقبول ولا معقول البيض ما نلقاش عند العطار ونلقاه عند المهرب وإلا عند المحتكر وتوا وإحنا قاعدين نصوروا في الريبورتاج متاعنا فما كرب فيها كمية كبيرة برشا من البيض اه تحجز توا على طريق ما عندها حتى ورقه هذه سيد المدير الجهوي للتجاره بتونس لانفورماسيون لنا توا سياره وقع ايقافها ما عندها حتى ورقه وما عندهاش حتى فاتوره صحيح هو تو في الحقيقه مصالح المراقبه الاقتصاديه بالدرجة هي التجارة تنمية بتونس تمكنت من حجز شاحنه تحتوي على 15000 بيضه اللي هي كميه تعتبر كميه كبيره برشا يقع معناها مسكها بغرض الترويج نتاعها من طرف انسان وسيط مضارب متوفرش فيه شروط ممارسه التجاره بدون فواتير شراء ويروجها من غير فواتير بيع وبالتالي معناها يحول دون عمليه مراقبه توزيعها لاحقا في محلات التفصيل ومراقبه الاسعار نتاعها تم حجزها وموجوده في مقال الاداره هذه العمل نتاعنا اليوم في مجال التصدي للاحتكار والممارسات المخله بالقواعد الجاي بها العمل. سيد المدير الغريبه العجيبه في بلادنا تجي تشري البيض ما تلقاشه لكن محتكرك من هذا ياخذ 30 الف بيضه بسهوله شيء ما لقينا تفسير. صحيح هذه التجاوزات اللي يقع تسجيلها خلال الفترات اللي تقع فيها تشهد فيها السوق بعض الاضطرابات والاضطرابات هذه للاسف في ماده البيض وقع افتعالها مع نهايه راس السنه معناها الفارطه 2021 واللي بعض الاطراف اللي حاولت معناها باش تضغط على السوق وترفع في اسعار هذه الماده لكن للاسف المصالح المراقبه كانت بالمرصاد وتصديت للتجاوزات هذه وتم حجز على مستوى اداره تونس فقط فوق 300 الف بيضه هذوما اللي يقع حجزهم من عند وسطاء ومضاربين وقع بيع المواد هذه الكميات هذه وايداع المبالغ الماليه متاتيه منها في خزينه الدوله ومشي قاعد تتبعهم عدليا والعمل الرقابي متواصل عبر الطرقات في المحلات التجاريه وفي المخازن. يجب بحذيا شوي وركز بالكاميرا غاديكا وقت اللي على المواد المدعمه نحكيه على الفرينه ونحكيو على السكر ونحكيه على الزيت النباتي وقت تدخل محل من هذا مختص في البيع بالجمله تلقى عنده المواد الكل تلقى عنده معناتها اللي يطلبوا المواطن البسيط لكن لما تمشي للعطار وتمشي للفضاءات المفتوحة للجميع ما تلقاهمش السر وين معناتها شنو المشكل الدولة توفر تلقى تشري صحيح تسجل نقص لكن كل مرة تتلفيه ونلقاه معناتها لي برودوي لكن ما يوصلوش للمواطن هو في الحقيقة أغلب المواد توا تمشي لمسالك التوزيع بالتفصيل تلقاها متوفرة باستثناء بعض المنتوجات اللي تشهد من حين إلى آخر بعض الإشكاليات والإشكاليات اللي في بعض الأحيان تكون متعمدة، المواد هذه خاصة الفترة الأخيرة مادة التسميد الغذائي المدعم وكذلك مادة الفارينة آه تم القيام بالإجراءات المطلوبة آه باش نتلافاو حالات النقص المسجلة في بعض المناطق، وفما بعض التجاوزات تتعلق بالإخفاء ولا الاحتكار من قبل تجار التفصيل هذه موجودة لكن ماهيش بكثرة باش ما نهولوش الظاهره هذه ويقع يوميا معناها مراقبتها ورفع الاخلالات المسجله عندها وتتبعها عندي آه آه الفرينه <applause> والسميد آه من المواد المطلوبه برشا وتمشي انت للقرى تلقاهم لكن في تونس العاصمه في الاحياء الشعبيه ناقصين ويتشكاو من آه الغياب نتاع المواد هذه فماشي بروجي فماشي خطه على الاقل باش توصلوا لهم السميد والفرينه والحاجات معناتها المطلوبين. هذه خطه العمل اللي نقوموا بها بصفه يوميه، مصالح الاداره التجارة معناها تابعه الكميات اللي وقع. تخصيصها للجهه من خلال تطبيقات اعلاميه معده للغرض، وان الكميات هذيك معناها لها في مخازن البيع بالجمله كما المخزن هذا الموجود في حي تابع ولايه تونس، ويقع متابعه ترويج الكميات هذه والوجهه نتاعها على مستوى البيع بالتفصيل، ثم في مرحله ثالثه مراقبه مراقبه شفافيه ونزاهه المعاملات اللي يقوموا بها تجار التفصيل بالنسبه للمواد هذه. نكملوا الريبورتاج نتاعنا على تجار البيع بالجملة والاتهامات ديما تتوجه لهم هما لأنهم هما المسكين بزمام التوزيع والنقطة السيئة في تونس النهارين هذه هي التوزيع المحتكرين المهربين الكبارات اللي قاعدين يخبيوه في الزيت ويخبيوه في الفرينة ويخبيوه في السكر منين يتزود وزارة التجارة تقول وصلت لنقاط البيع بالجملة وانتم سيدي الكريم قاعدين تعملوا بها؟ كيفاش توزعوا فيها؟ نوصلوها كيما كيما توصل لنا بالضبط، فهمتني؟ للعطار، توصل للعطار. اش نعملوا بها؟ باش نخبوها نحنا؟ نحنا ديما يوجهونا الاتهامات اه؟ يعني معناتها انتم تعطيوا تعطيوا معناتها توصلوها السلعه للعطار، هي منين تخرج مالها؟ من الواحد من المعمل منين تخرج منين توصل للمحتكر منين توصل للمضاربين محرج السؤال محرج ايه سؤال بالحق منين توصل منين تمشي شو منين تمشي كيفاش ما فهمتكش هو انا الدوله تعطيك انت السكر خليني ناخذ مثال الدوله اليوم اعطتك الزيت المدعم لا. بعد الزيت هذاك يتفقد ما يوصلش نجي نلقى في حي بنقول دول يقولوا ما عندناش زيت شنو الحكايه؟ الحكايه خاطر خاطر ناقص كي يعطيك كونتيتي يعطيك كونتيتي ضعيفه مثال يعطيك 30 جاجو فهمني كيف ما يكفيش الواحد معناتها فهمتني ما يكفيش العطاره وتعطيه ثلاثه جاجوات مثل العطاره ولا زوج كيفاش كيف باش يكفي العباد ما ينجمش يكفي العباد نزيك للسكر أوي. السكر تو في حي ابن خلدون ما فماش نحكي على السكر المدعم لفراك مش الباكويت ودبرك انت هاو عندك برشا موجود سي سي ما فماش موجود ملاوين الخليل ما نعرفش اخوي هذا ما, ما نعرف بالنسبه لي احنا موجود بصراحه وانت تبارك عليك عاقل بين <applause> و... وما تعرفش تراوغ اليوم في التوزيع ما فمش شفافية وما فمش رحمة بين بعضنا اللي عنده الزيت يخبيه واللي عنده السكر يخبيه واللي عنده باتسوري يعطيها السكر وما يعطيش للعطار يبيعه بالكيلو ورطل لأنه العباد الكل تحب تربح وحد ما عاد يخمم في الزوالي حكيلي لي بصراحة اللي يعمل كيكة ما يخافش ربي اللي يعمل كيكة ما يخافش ربي هذاك هو جوابي وبرشا ما عادش نخافوا ربي. اي ربي يهدي يا خويا ولا هذاك كلامي. كيفاش نجموا نقصوا؟ كيفاش نجموا نعاونوا المواطن البسيط الزوالي؟ كيفاش تعاونوه؟ نعاونوه بال نوجدوا سلع، نوصلوا لهم كل شيء، نوصلوا الزيت والسكر، فهمني؟ هذا باش نجموا نعاونوه. واضح كلامك واضح وانا باش نختم الريبورتاج نتاعي باش نقول لكم على حاجه كل واحد مشى للجنوب التونسي او مشى المناطق الحدوديه اكيد شاف مئات ان لم اقل الاف نقاط البيع بالجمله وشاف اجبال كيف من هكا نتاع مقارن ومتاع كسكسي ومتاع مواد غذائيه مدعمه اخرى تخسر عليها الدوله بالمليارات. المواد هذيك لشكون تمشي تمشي للمواطن التونسي ولا تمشي للمهربين اكيد الاجابه واضحه انه ما توصلش للزوالي واكيد انه الكلام اللي قالته وزيره التجاره المره اللي فاتت انه الدوله اصبحت واعيه انه في مسالك التوزيع فما اخلالات كبيره برشا وفما اطراف نسميوهم حوت البر مش حوت البحر بلعين الملم وما فما هزولوا السكر اللي دعم فيه الدوله وهزولوا الزيت اللي دعم فيه الدوله وكملوا هزولوا الفرينه وهزولوا السميد نتاعو فقط من اجل الربح الانسان وقت اللي ما يخافش ربي ينجم يعمل اي حاجه اللي الضر في المواطن البسيط اكيد الدوله زادت تتحمل المسؤوليه في فترات ماضيه خاصة من 2014 وانت طالع برشا مواد نقصت، برشا مواد تتورد ما عادتش بالكميات الكافية، الأزمة بدات من 2014 تفاقمت في 2020 وكبرت في 2021، إن شاء الله تتحسن الأمور في 2022 وترجع بلادنا للخير اللي كانت فيه وترجع المواد الأساسية المدعمة ترجع للزوالي فقط وان شاء الله العباد الكل تفهم الرساله هذه